Hola amigos, mi receta está lista en YouTube. Kofta de patata preparada por la chef académica Eva. Hay أصدقائي. وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب إنها كفتة البطاطا إعداد الشيف الأكاديمي إيفا. هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. الترجمة والمونتاج والصوت لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي كفتة دي باتاتا بروبارادا بولا شيف أكاديميكا إيفا، بمعنى كفتة البطاطا إعداد الشيف الأكاديمي إيفا. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. لذيذة وشهية، ويمكنكم تقديمها إلى أحبتكم وأطفالكم وضيوفكم في المناسبات. متابعينا الكرام وكل من يرانا الآن للمرة الأولى، قبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم، وصلتنا مشكلة من الكثير من متابعي قناتنا، وهي أن فيديوهاتنا لم تعد تصل إليهم، علما أنها يومية. حل المشكلة بسيط، وهو تفعيل جرس التنبيهات بشكل دوري، ومن ثم تجدون جميع فيديوهاتنا تصلكم يوميا. أما المشكلة الثانية التي يواجهها البعض من متابعي قناتنا، إن اشتراكه الفعلي بالقناة قد ألغي. نحن أيضا لا نعرف السبب، ولكن ليست هنالك أي مشكلة، بإمكانكم تجديد الاشتراك بالقناة، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير لاهتمامكم. إذن نحن ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا. أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة اللذيذة مع الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. باموس! والآن إليكم المقادير: كيلو بطاطا مسلوقة، حبة كوسة واحدة، عدد 2 بيض، بصلة واحدة، عدد 2 فلفل أخضر طازج، عدد 1 فلفل أحمر طازج، عدد 6 سن ثوم، ملعقة طعام صوص الفلفل الأصفر، ملعقة طعام فلفل أحمر حار، ملعقة كوب كركم، ملعقة كوب ملح، ملعقة كوب فلفل أسود، ملعقتي كوب من الكاري، ونصف ملعقة شاي من جوز الطيب، وزيت نباتي للقلي. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. نأخذ البطاطا المسلوقة، نقشرها، هكذا، ونستمر حتى ننتهي من تقشيرها. هكذا تبدو البطاطا بعد التقشير. الآن سأعمل على هرسها هكذا. الآن وبعدما انتهينا من هرس البطاطا، سأضع بيضة واحدة للعجن هكذا. أحبتي، فاتني في المقادير أن أذكر لكم بأننا بحاجة إلى 6 ملاعق من خبز التوست المطحون للعجن. بكل الأحوال تجدون المقادير كاملة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ها هو التوست المطحون، خبز التوست المطحون.
الآن سأضع الكاري، ها هو. جوز الطيب، رشة خفيفة جدا تعادل نصف ملعقة شاي، وفلفل أسود، كاري، كركم، هذا هو الكركم، جميع البهارات ذكرتها في المقادير، تجدونها أيضا بصندوق الوصف أسفل الفيديو. الآن نتابع عجن المواد. ها هي البيضة الثانية، سأضعها الآن. الآن سأتابع العجن بيدي هكذا حتى تتكون معنا عجينة ملساء. هنا أنا وضعت المزيد من مطحون خبز التوست بما يعادل ملعقتين، هذا يرجع لتقديركم. بمعنى وضعت 8 ملاعق من خبز التوست المطحون، ونستمر. وها هي العجينة قد اكتملت، أصبحت عجينة ملساء قابلة للفتح والحشو. والآن إليكم طريقة عمل حشوة الكفتة. نأخذ حبة الكوسة هذه ونعمل على تنظيفها وتقشيرها كما ترون، ومن ثم تقطيعها إلى مكعبات ناعمة جدا. ثم نضع الكوسة المقطعة في كاسة ونضعها جانبا هكذا. بعد ذلك نظفت حبة الفلفل الأحمر من البذور والجزء الأخضر، والآن سأعمل على فرمها ناعم جدا مثلها مثل الكوسة، ونستمر. وبعد الانتهاء من تقطيعها سأضعها فوق الكوسة. بعد ذلك سأبدأ بتقطيع حبة الفلفل الأخضر أيضا ناعما ووضعها في نفس الكاسة هكذا. الآن أخذت حبات الثوم هذه، سأعمل على تقشيرها هكذا.
الآن انتهيت من تقشير الثوم، سأعمل على هرسه هكذا وأضعه بنفس الكاسة. في هذه الأثناء وضعت مقلاة على النار لأجهز بها حشوة الكفتة. الآن أخذت حبة البصل، سأعمل على فرمها ناعم جدا، ومن ثم وضعها بالكاسة مع بقية المحتويات هكذا. المقلاة أصبحت ساخنة، سأضع فيها ملعقة، ملعقتين، ثلاث ملاعق من زيت الزيتون الخاص بالطهي. سأنتظر حتى يسخن الزيت معنا. الآن وبعدما أصبح الزيت ساخنا، أضع الخضروات التي تم تقطيعها قبل قليل في المقلاة هكذا. أما بهارات الحشوة فهي صوص الفلفل الأصفر الحار وفلفل أحمر حار. ها هم أمامكم الآن. أقلب الخضروات مع بعضها البعض هكذا بزيت الزيتون على النار. الآن سأضع ملعقة طعام من الفلفل الأحمر الحار فوق الحشوة هكذا، وبعدها ملعقة طعام أيضا من صوص الفلفل الأصفر، نضعه فوق الحشوة هو الآخر ونقلب هكذا. ونستمر بالتقليب حتى تنضج معنا المكونات. والآن نرفع غطاء المقلاة. ها هي الحشوة قد أصبحت جاهزة، أترى؟ تبدو لنا رائحتها لذيذة جدا، جربوها ستعجبكم بكل تأكيد، بالإضافة إلى أنها وجبة اقتصادية جدا. نرفع الحشوة من المقلاة ونضعها في الكاسة هكذا. نضع الحشوة جانبا. وها هي عجينة البطاطا بالبهارات، أصبحت جاهزة للتشكيل. أخذ منها وها هي الحشوة. نأخذ القليل من الماء في الكاسة لتبليل أطراف أصابعنا وتشكيل كفتة البطاطا هذه. سأخذ قطعة وأدورها هكذا بيدي
ومن ثم أعمل فيها فتحة من الوسط هكذا، ها هي، وأحشوها بالخضروات التي تم إعدادها قبل قليل هكذا. نغلق قطعة الكفتة هذه ونعمل على تشكيلها بالشكل الذي يرق لنا. ونستمر حتى نفاذ الكمية معنا. نضعها في صينية بها ورق زبدة لكي لا تلتصق في الصينية. والآن سأقلي الكفتة. أخذ بيضتين أكسرها هكذا وأضعها في الكاسة وأخلطها مع بعضها جيدا، وبعد ذلك أضع قطع الكفتة فيها في البيض، ومن ثم رفعها من البيض ووضعها في المقلاة. في هذه المرحلة يمكنكم الاستغناء عن البيض، أي وضع الكفتة في الزيت الساخن مباشرة ليتم قليها. ونستمر حتى نفاذ الكمية معنا. أما طريقة وضعها في طبق التقديم، فأخذ هذه الكاسات الصغيرة، أضع في الأول خردل وسأضع في الثاني صلصة حارة، وبإمكانكم وضع الكاتشب الذي تحبونه، ومن ثم وضع الكفتة في نفس الطبق هكذا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، كفتة دي باتاتا بروبارادا بالا شيف أكاديميكا إيفا، بمعنى كفتة البطاطا أعداد الشيف الأكاديمي إيفا، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعينا الكرام القدماء والجدد منهم، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم، ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات،
وسيتم الرد عليه من قبلنا شخصيا. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. استودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.